معناها موطن نقار الخشب. في العالم الحقيقي هذه العفاريت السريعة قد يبلغ طولها 50 سنتيمترا ووزنها 310 جراما فقط. إنها مزودة بقوة عضلات ساقها والتي تشغل تقريبا ربع وزن جسمها، وتستطيع أن تسبق الإنسان بسهولة. إنها تتغذى على الثدييات الرطبة لتزيد من كمية الماء التي تشربها، ولكن الطعام الذي يزودها بالطاقة نادر في موطنها الصحراوي الغرب. لذا عندما تعثر على شيء قابل للأكل فتحاول دائما أن تأكله. تصلح الأفاعي الصغيرة أن تكون وجبة لذيذة، أما الأفاعي ذات الأجراس الكبيرة فإنها شيء مختلف تماما. هذه المرة يهاجم واحدة من أشد الزواحف فتكا في الصحراء. لربما اختار هذا الطائر الماكر الصغير شيئا لا يمكنه التعامل معه. ثعبان المرور المدلدل ذو 6 أعوام من هذا يستمتع بشمس صحراء سوناران بهدوء. إنها الزواحف ذوات الدم البارد، متكيفة مع البقاء على قيد الحياة في الصحراء. إنها سامة جدا، إذ أنها تستطيع قتل حصانا يفوق وزنها بألف ضعف تقريبا. إنه يستشعر الخطر المحدق، يلتقط لسانه المتشعب، هي عناصر كيميائية تطلقها الحيوانات الأخرى. هنالك نقار خشب يحوم حوله، إنها تخاطر مخاطرة عظيمة. الأفاعي المجلجلة كهذه تأكل نقار الخشب أمثالها. إنه بطول 127 سنتيمترا تقريبا، وليس مستعدا بأن يكون عشاء لنقار الخشب. يفعل ما يفعله أي زاحف غاضب، إنه يطلق تهديدا بذيله. خشخشته مصنوعة من نسيج متين مهزوزة بعضلات صغيرة موجودة على جانبي ذيله. إنها تتقلص وتسترخي حتى 90 مرة في الثانية، أسرع بمرتين من عضلات جناح الطائر الطنان. ولكن أنثى نقار الخشب العنيدة لا تأبه بالتهديد. في معركة بين 2 من نجاة الصحراء فإن السؤال هو من سيأكل من؟ الثعبان يمكن أن ينقض بسرعة 2.5 متر في الثانية تقريبا. تنفش نقار الخشب ريشها لتربكه عن تصويب عضلته بدقة. إن أنيابه فتاكة، ولكن عليها أن تصوب نحو رأسه. خطتها أن تمسكه من عنقه وتضربه بالشدة وبتكرار على صخرة لقتله. يمكن أن يكون هذا لصالحه. هذان المتنافسان مختلفان تماما. لكنهما متقاربان. لا يستسلم أي من الطرفين. ثم أنياب الثعبان الشرس تصوب ضربة مباشرة، وفي هذه المرة فقد تأثرت بها. على الرغم من أن نقار الخشب يمكن أن يأكل الأفاعي السامة، إلا أنه ليس منيعا تماما لعضتها. مع جريان السم عبر جسدها ستكون هذه المرة الأخيرة التي تهاجم فيها أفعى مجلجلة، وللأفعى ستكون عبارة عن دقائق فقط قبل أن يستمتع بوجبته.